دكتور، يعني كنت حضرتك قبل الفاصل كنا بنتكلم على تطوير كفاءه او تطوير يعني بتلو بوجه خاص، يعني مشروع تطوير بتلو، ويمكن في كذا مشروع يمكن كانوا ماشيين مع بعض، مشروع تطوير بتلو ومشروع تاني اللي ليه علاقه برفع كفاءه برضو او جوده الالبان. ممكن حضرتك برضو كلمنا اكتر عن المشروع التاني. حضرتك مع الحصر الدقيق اللي تم لثرواتنا الحيوانيه الحصر الميداني، تم حصر 826 مركز لتجميع الألبان وفي 14 محافظة فقط. مراكز تجميع الألبان هي المنافذ التسويقية لصغار مربي مشية اللبن اللي هم بيمتلكون تقريبا من 60 ل 80% من جملة ما لدينا من ثروة حيوانية. تمام. مراكز تجميع الألبان كانت تعمل في معزل تماما عن الدولة ورقابة الوزارة والحكومة. وبالتالي الاهتمام بمراكز تجميع الألبان هو اهتمام بثرواتنا الحيوانية واهتمام بصغار مربي مشية اللبن. شفنا الاهتمام الغير مسبوق من القيادة السياسية فخامة الرئيس بتطوير مراكز تجميع الألبان لدرجة ان اعتبرها مشروعا قوميا. لأول مرة في عجالة بيتم عقد بروتوكول ما بين وتوقيع بروتوكول ما بين وزارة الزراعة ووزارة الانتاج الحربي والبنوك الممولة لضبط آليات العمل في مراكز تجميع الألبان. لأول مرة بيتم تصنيع الآلات والمعدات والأجهزة الخاصة بمراكز تجميع الألبان طبقا للمواصفات القياسية، سواء كان لإنشاء جديد أو لتطوير، بجودة أفضل وبسعر أقل وبفترة ضمان تمتد إلى 10-20 سنة. دي مش موجودة في أي حاجة تانية. معالي وزير الزراعة مع معالي محافظ البنك المركزي اتفق على إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% مع تبسيط وتيسير إجراءات تمويل أصحاب مراكز تجميع الألبان واستثنائهم من الشكل والشرط القانوني للتمويل والإقراض. يمكن كمان الاهتمام بمراكز تجميع الألبان بيسبقه اهتمام بعدة قطاعات وبيترتب عليه آثار إيجابية. طبعا احنا الحمد لله عندنا اكتفاء ذاتي من ألبان الشرب، بل نصدر ما يزيد عن احتياجاتنا في صورة صناعات لبنية إلى الخارج. بيسبق الاهتمام بمراكز تجميع الألبان اهتمام بصغار مربي مشية اللبن وتكثيف الدور التوعوي والإرشادي على صغار المربيين، عملية أخذ عمل الفحوصات البيطرية الطبية والمعملية وأخذ العينات والاستوصاق من وجود حيوان منتج للبن خالي من أمراض ومسبباتها. معالي وزير الزراعة وافق على زيادة تعويض مشية اللبن أو المشية بوجه عام لا قدر الله إذا أصيبت بمرض له علاقة بالإنسان أو أن حصل لها نفوء أو ذبح اضطراري أو ما إلى ذلك، بحيث أن مربي بيتم تعويض بما يوازي ثمن الرأس اللي عنده. قبل كده كان التعويض لا يوازي، فكان القلة من ضعاف النفوس ممكن يسرب الحيوان ده ويبيعه في السوق. طيب دكتور، عايز أسألك، هو أي حد ممكن لو هو من المربين للماشية اللي بتنتج الألبان يقدر ياخد اللبن بتاعه ده ويروح مراكز تجميع الألبان، ولا بتكون إيه الخطوات اللي يعملها علشان اللبن بتاعه يكون من ضمن الألبان اللي هناك؟ خليني أقول لحضرتك، دلوقتي بقت العملية عبارة عن سلسلة كاملة متكاملة. بقى في مراكز تجميع الألبان دلوقتي اللي هي بتتعاقد وتتعامل مع وفي تريسابيليتي تتبع مع المربين اللي بيودوا لها وبيوردوا لها اللبن. والمربين زي ما قلت لحضرتك بيخضعوا لتكثيف الدور الرعائي والدور الارشادي والدور التوعوي، وعمل على طول تلاقي الاطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين معاهم في الحقل زي ما قلت لحضرتك للتيقن والتاكد من وجود حيوانات خاليه من امراض ومسبباتها. عمليه كمان السماح باستيراد عجلات ثنائيه الغرض عاليه الانتاجيه سواء كانت في الالبان او اللحوم، دي تناسب صغار المربين وبقرض بسيط متناقص 5%، بحيث أصبحت كميات اللبن الموجودة عند صغار المربين طبعا برضو بيتم حلبها بشكل أفضل وفي ظروف أفضل، ويتم نقلها سريعا من مكان الحليب إلى مركز تجميع الألبان وفي وسائل لا تتفاعل مع الألبان ولا تسبب لها أي مشكلات أو أي ملوثات.